هذا الشارع رفيق صيدام. من بعد هو الشارع المحاذي لشارع الاستقلال. لما مشيتي كاينه اطلاله على البحر، وكل منطقه منطقة إلا وعندها واحد المرفق ديالها ديال السوق. الصور ديال مصطفى كمال دائما جميع البنايات. كلما مشيتي إلى جانب بعض التماثيل ديالو، حدائق، الساحات، حنا في منطقة أخرى من مناطق إسطنبول. بعد الاطلاع على حركة ديال المترو، شفنا أن إسطنبول المترو كان عندها 1928 على هذا الشكل، هذا بحال كان غير قديم. هذا محسوب مع التراموي، ولكن المترو كان عنده في 1928. غنصور لكم تصاور تحت الارض ديال المترو، ولكن دايرين ممنوع التصوير، هادشي علاش ما صورتش. هنا في شارع الاستقلال، المؤدية إلى شارع الاستقلال. أتمنى تفاعلوا مع الفيديوهات، خصوصا هذه الزيارة ديال تركيا، باش تشوفوا المشاهدات قليلة، واش ما عجبكم شيء المحتوى ديال هذا الأمثلة. ولو أن موجودة كثيرة فيديوهات عن تركيا، ولكن يصوروا غير الأسواق، يصوروا، ولكن غادي نصور لكم أزقة والدرور البلاصة اللي ما مصورينهاش هذوك الناس، فأنا كنصورها لكم باش على الأقل لا تشوف الفيديو ولا تبارطاجي مع صحابك، غادي تعرف فين غادي تمشي، ولا من خلال هذه الفيديوهات اللي حسيت بتكلف.
غادي تقسم الزياره ديالك لاسطنبول في حسابك فيديوهات. كل مره تمشي للمدينه كل مره تصور منطقه من مناطق اسطنبول. محطه ديال المترو جميع الاتجاهات. تعاود تنزل محطة أخرى ولكن دائما فوق البحر. كتنزل من المترو تشد هاد الطريق باش تنزل ضفة أخرى. كيف ما قلت لكم قبيلة كل منطقة منطقة وعندها المرفأ الخاص ديالها فين كيصيو هذوك الزواخر السياحية ولا حتى بعض قواعد الذخيرة الصغيرين ديال الخواص. كيمشيو بزاف تلفريك باش ينتقلو حول ولا تشوف هاد اسطنبول من الأعلى. شوف
والله سبحانه وتعالى. Ama burası küçük olduğu için onları başka sahaya atıyorlar. تدفيري حتى أيو سلطان محلات المحيط أربع محطة التليفون فيما مشيتي في اسطنبول ضروري تدور على البحر تاعك جميع المناطق
الجزائري هذا هي هذه راه مزلف هذا دابا حقيقة السلطان الشاي العجيب وهذا مات بودين ديالاش طيب هذاك يقول لي البودين عرفت البودين ولكن شنو الفريز هو شنو هذا فريز حليب و فريز انا فريز حليب يمكن البودرة ديال اللوز وهذا عصير ديال الحامض وفي الاعلى كاين مقاهي ومطاعم قمة ديال الجبل عندنا كيحط في التلفزيون في الفوق باش تشوف اسطنبول من الاعلى كاين محطات ديال الاستراحة مقاهي ومطاعم غادي نمشيو لواحد البلاصه فيها واحد الدرابو ديال تركيا ولكن عندها واحد القصه عجيبه كيف كانت تتم الخطوبه الزواج ملي ما كانت لا وسائل التواصل الاجتماعي ولا والو فعلى ما قريت او ما حكاو لي ان شي وحده اللي كتبغي تزوج كتكتب ورقه العنوان ديالها وهذاك الشيء وتخليه تلوح الورقه تمايا اللي جا بغى يتزوج بها تيبي تياخذ هذاك العنوان و تيمشي يخطبها كانت العملية تتم في هذا المكان اللي فيه هاد الراية الكبيرة ديال تركيا كاين سكنيات وكاين الناس اللي ساكنين في هذا الموقع الغريب يعني تركيا كل كارتي أو كل حي عنده قصة ديالو Thank you.
Şimdi teleferikten ineceğim.